كان عامل لي برهن الـ OP و perpendicular bisector كده الـ OP. اوكي كل اللي قلناه السيلز انه هذا اللي هون اللي هي تانجنت اوكي وهذا اللي هون تانجنت اوكي اذا عندي تو تانجنتس وش from same point to same circle بيطلع هذا الخط هو perpendicular bisector لمين بنتبه للـ AE بس اوكي هذا الـ AE AE كيف اجى السيلز هو اول تانجنت التقى بـ E وتنتجت انت ابي اي اوكي هذا هو الاي اوكي فبيطلع هيدي الزاوية هون 90 وهون خطين انقاض اوكي طيب قبل ما اكفي على الفرع الاخير حد عنده شيء مش مفهوم هون؟ لا اوكي طيب فهيدا السوليوشن كله قلنا انه تنجت وتنجت فبيطلع تركي بيسكتور بس مش شرط اوكي قال اللي حكينا عنها بهذا الدرس هلا بالفعل الاخير هلا انتم مش مخدينا بعد اوكي بس راح اقول لكم شو لازم نبرهنه وانتم حاولوا وصلوا اوكي عامل لي شو ذات اي نقطه اي والنقطه بي والنقطه اي والنقطه او بيلونج تو سيم سيركل هيز ديميتر از تو بي ديتيرمند خليني اول شيء اعلم النقاط وبقول لكم شو يعني هون او شو بدنا نعمل اوكي كيف نقدر نبرهنهم هن على سيم سيركل اوكي النقاط هن اي هذه الـ A والـ B والـ E والـ O أوكي أول شغلة بس يجي يطرح عليكم هيك سؤال هو له طريقة عادة ما بتتغير بالبرهان والسيرتي ما بتتغير عندكم أول شغلة بتعملوها هلا هن موصلين بس عشان أعلمكم إياها أكثر وصلوا هود الـ A والـ B والـ E والـ O مع بعض أوكي بيطلع معكم هيدا الشكل كويرتر اوكي ليش شو لازم تعمل فتشوا بهذا اللي علمته بالاسود في فين هو الكوادرات لنقدر نبرهن هودي على السيم سيركل والنقاط انه مش اي بي اي او وصلتهم ببعض اوكي اللي بدي اياه منكم ستيلز فتشوا بهذا الكوادرات على تو انجلز بقلبه بيكونوا اوبوزيت يعني بوجه بعض وبكون كل وحده منهم 90 ديجري في عنا الـ PA والـ O استاذ يعني PA و AO هيدي هون 90 طيب اللي بوجهه هي هيدي الانجل اللي هون مين بقول ليش هيدي الانجل اللي هون 90 لانه perpendicular مظبوط شو السبب بيطلع 90 بالضبط غير انه perpendicular شو هيدا الخط اللي هون عباره عن شو؟ تانجنت مظبوط وهذا راديوس اوكي فبتطلع 90 اوكي بس هي بس لانه عندنا تو انجلز لانه هي اوكي هي 90 تانجنت اند راديوس هي 90 تانجنت اند راديوس بس اللي بقلب اي كوادراتر عنده اثنين زاويه 90 بوجه بعض بهذا الشكل بيطلعوا هون نقاط على الكوادراتر من A والبي والاي والاو هن اون سيم سيركل هلا شو هي الدايميتر هيدي السيركل وهذا الخط الاحمر شايفينه بي او يعني بمعنى تاني هلا انتو برسم الرسمي اذا بياخد 100 بوينت لهذا الخط بنسميه اي مثلا اوكي هلا ما في داعي يعملها بس عشان تعرفوا شو هي السيركل وبيرسم السيركل بحط ابرة البيكار على الاي بمد البيكار عند الاو بيعمل سيركل السيركل عنده بيطلع بهالشكل تقريبا فبيطلع عنده هيدي السيركل تمرق بالـ A وبالـ P بالـ E بالـ O بس هيدي اوكي يعني كل اللي علينا نقول له انه هيدي اللي هون زاوية 90 وهيدي اللي هون زاوية 90 اوكي هذا الكوادراتر بصير له اسم خاص اسمه سايكليك اوكي انا ما عم فوت بالتفصيل بس انتم لما قلكم برهنوا اربع نقاط على نفس السيركل كل عليكم تعملوا توصلون هون اربع نقاط مثل ما وصلناهم احنا هون بتشوفوا زوايا 92 بوجه بعض مثل ما عندي هون هيدي 90 وهيدي 90 اوكي بقولوا هيدي 99 اوكي فصار عندي الـ A والـ B والـ E والـ O on the same circle اوكي والسيركل بتطلع هي دايميتر لها هو هيدا الـ PO اللي بيجي الخط بالنص اوكي يعني اذا بتعملوا ميد بوينت للـ PO مثل ما قلت لكم بتعملوا السيركل السيركل رح تلاحظوها تمر بالـ A والـ B والـ E والـ O اوكي حدا عنده شي سؤال هون؟
واضحة يا أستاذ. حاكين عليكم بالبرهانين لسطرين، أوكي؟ باللون هيدي الزاوية هون 90 تانجنت أند راديوس، وهيدي 90 تانجنت أند راديوس، أوكي؟ فبيصير عندي إنه هون أون ذا سيم سيركل أو دايميتر أو بي. واضحة يا أستاذ؟ واضحة. أوكي، ها هيك كل إحنا خلصنا هذا السؤال، أوكي؟ بنبلش سؤال كثير بسيط، قد ما بنلحق فيه بنوقف. بهذا السؤال أول شغلة بنحاول نرسم لها بيكون الأسماء، بس نشوف الجيفان شو هي. كمان بحب يتابع معي بالسمارت هو اكسرسايز 12 بيج 59. أوكي، بيلي بهذا السؤال أستاذ معي مثل العادي سيركل سي أو سنتر أو دايميتر أي بي، طب احنا مش راديوس دايميتر، مع دايميتر أي بي وطوله الأي بي 4 سنتيمتر. طيب إذا الدياميتر 4 سنتيمتر، مين بيقول لي الراديوس قديش هو؟ 2 سنتيمتر. رب. ليش عم نبي عليهم؟ إنه أغلب التلاميذ شو ممكن يوقعوا على العجلة إذا يرسموا السيركل، بيفتحوا بيقال 4 سنتيمتر. هل هذا صح؟ إذا درسوا معي السيركل؟ لا. لا لا. هذا دياميتر اللي طوله 4 سنتيمتر. أوكي، الراديوس دغري بحط في بالي إنه نص الدياميتر هو 2 سنتيمتر، أوكي؟ فحاولوا مضبوط. اوكي، بس نرسم بس ساكن احنا وياك، نفتح البيكر على 2 سنتيمتر. مع دي تانجنت تو سي ات اي ام بي بوينت كذا، هلا بس نرسم الرسمه نيجي نقرانا هودي، اوكي، ونعملهم بالتفصيل. اوكي، فاول شغله عندي درو فيجر. اول شغله بنعملها استاذ انه نرسم هيدي الرسمه، بنبلش عندي سايكل سي سنتر او دايميتر اي بي. اوكي، اول شغله بحط الاو، اوكي، مثل ما اتفقنا البيكار نفتحه على قديش كم سنتيمتر؟ 2 سنتيمتر. على 2 سنتيمتر 100%. اوكي، نفتح البيكار على 2 سنتيمتر. هلا بنعمل السيركل من هون لهون، عندي 2 سنتيمتر وبرسم السيركل. اوكي، هيدا اول شيء، هيدا سيركل سي. والديميتر AB أعطاني ديميتر اسمه AB، بوصل هيك هذه نقطة A وهذه نقطة B. أوكي، هذه أول خطوة، رسمنا سيركل ديميتر إلى 4 سنتيمتر وسمينا ليه هو AB. أوكي، بعدين باللي بعده let D be tangent to C at A، بعدين بتكفوا عن كذا. خلينا نرسم هذا التانجنت، عندي تانجنت لهيدي السي ات اي، هيدي نقطة اي. لأعمل التانجنت استاذ بجيب الست سكوير حطها بهالشكل على الاي، اوكي، وبعمل خط التانجنت. هذا خط شو سماه هو؟ دي، يعني هذا الخط اللي رسمته هلا انا هون شو اسمه؟ هذا تانجنت على السي ات مين؟ ات اي. اوكي، ماشي الحال للكل هون استاذ؟ حدا عم يرسم الرسمه ومش ملحق؟ لا انا ما صوره بعد. اي نيفين تفضل. ماشي الحال استاذ؟ فكل عملنا سيركل راديوس 2 سنتيمتر، وعملنا هذا الخط الاحمر هو تانجنت بهذا الشكل. اوكي، طيب بعدين خليني بس ارجع اعلم هيدا من هون. اوكي، الزاوية اللي هون صار في اعرفها انها هي 90، مظبوط، لانه تانجنت اند راديوس. اوكي، هلا خلينا نمشي لعنا شوي. رسمنا هيدا التانجنت، بعدين بيقول لي let m be a point on d، بدي احط نقطة m على d such that am 4 سنتيمتر. اوكي، يعني هذا شو كل اللي بعمله، هذا الخط الاحمر هو دي، بدي احط عليه نقطة ام على شرط بعد الام عن الاي 4 سنتيمتر. مين في اللي شو الطريقة احط النقطة ام؟ شو هو السؤال يا استاذ؟ بدي عايزك ترجع تعيده لانه كان في صوتك كثير عم بيقطع. بيقول لي let m on d، بدي احط نقطة ام على هذا الخط الاحمر
هو هذا الدي على شرط الاي ام طوله 4 سنتيمتر. عم بسأل كيف ممكن احط الام، يعني شو بعمل، شو الخطوات لاقدر احط الام على راسي؟ برسمها بالبيكاي وبطوله شوي كمان. فينا نطول، ما سمعت فينا نطول الخط. فين نسمع؟ اي على الخط. فين نسمع هذا؟ عندك فكره؟ استاذ هو بيطلع قد ديميتر اي بي نعبر كل اللي بعمل استاذ بجيب الماستر العادي بقيس 4 سنتيمتر اوكي بطلع من الاي لفوق 4 في ينزل لتحت في يحط الام من تحت مو ما جاوبها. المهم الام بتراعي شغلتين موجوده على الخط الاحمر وبعد عن الاي 4 سنتيمتر في يحطها من فوق في يحطها من تحت اوكي فانا احطها من فوق تقريبا نقول هون 4 سنتيمتر هي بتطلع نقطه هي يمين هي اوكي مش الحال كيف فالبعد من هون من الام للاي 4 سنتيمتر وفيك تحط الام مثلا من تحت وبيكون الاي للام 4 سنتيمتر كمان صح مش الحال فهيدي بتكون نقطه الام حدا عنده مشكله فيها هيدي لا اوكي رسمنا هيدي خلصنا هيدي اللي هون عملنا التانجر لتين نقطة أم هلا بدي ثرو أم على الخط اللي بدنا نرسمه أي شغلة بنرسمها هلا بنطلع من الأم draw tangent to C هلا which cuts كذا هلا بنحكي عنه خلينا أول شي نرسم tangent يعني من هالنقطة أم بدي أرسم tangent أوكي هلا بالعادة نحن فينا نرسم اثنين tangent في هيدا أول tangent موجود هون فتاني tangent كيف راح يجي من هيدي الجهة هيك اوكي فبتحاولوا تشتغلوا الماستر بهالشكل اوكي وبتعملوا خط تانجنت الام على السي اوكي هذا خط بنطول كاتس ات اف وراح نحاول نطوله قد ما فينا مزبوط لانه في عندي قصه كاتس بس كنت عم تقروا كاتس حاولوا طولوا الخط قد ما فيه اوكي هلا شو بيقول لي هذا عم رسمنا هذا التانية اللي هون بيقول لي which cuts it it يعني راجع لمين للسي يعني هذا التانية اللي بيقطع السي at E يعني هالنقطة اللي هون هي عبارة عن مين عن E عن E مظبوط اوكي وهذا التانية اللي بيقطع ال AB طيب وين ال AB هذا ال AB شو لازم اعمل بال AB ليقطع هذا التانية اللي رسمته نزل له بربنديكولار ولا لا لا كل علي طول الاي بي هو شو عم بيقول لي هذا الخط التانجنت الاحمر الطويل رسمته بيقطع السيركل بي اي حطيت الاي وقال لي بيقطع الاي بي طب هذا الاحمر وهذا الاي بي الاي بي بدي طوله اجباري بيقطع وين بنقطه اف مش الحال فأول شغلة بيقطع هون بي اي وبطول الاي بي هذا الاسود اللي هون طوله قد ما فيه ليقطع هذا التانجنت اللي بيقطع بنقطة اسمها اوكي اخر شيء بيقول لي ذا لاين او ذا ستريت لاين او اي هذا الاو اي كتس دي ات اس هذا الدي بيفينو هذا الخط الاحمر اللي هون بدي وصل او بالاي هذا الاو بالاي وبطول او بالاي للاخير مظبوط لتحت يعني ما التقوا كثير بيلتقوا بنقطه هون هيك بسميها تحت هي اس اوكي هذه كل الرسمه تبعيه اوكي في حالة مشكله باي خطوه هلا مش كثير دقيقين الخطوط لانه ما رسمت على ايد هلا بدي احط الرسمه مظبوطه 100% بس في حالة عنده شيء سؤال على اي خطوه عملناها لا اوكي فالرسم بتطلع بهذا الشكل اوكي بذكركم هني عندي سيركل 2 سنتيمتر هذا طوله 4 سنتيمتر وما تنسوا هذا تانجنت يعني هون 90 من ام وهون هذا كمان تانجنت يعني الزاويه اللي هون كمان 90 اوكي هلا الاف في نقطه التقاء والاس في نقطه التقاء بس اوكي طيب فهيدي كل الرسمة اللي هي بأول سؤال هون عم برجع بحط لكم انه الجيفن بثبت انه هي 90 و 90 أول سؤال بالرسمة أو أول سؤال بهذا السؤال بيقول لي كالكوليت ام بي عندنا الرسمة هذا هو الام بي
شايفينه هذا الخط الأحمر، بيطلع طول هذا الخط قديش أساس هنا أكثر من كل جوة. إيه تفضل هادي هنا معنى ما بيطلع صوت كتير واطي، ما بسمعي هذا أو أحمد عم يحكي ما بعرف. أحمد كنت عم تحكي، عارف في ديكور الثيرم مزبوط بأي ترينجل يا أحمد؟ الـ MAB الـ MAB هذا 90 درجة هون تحت، أوكي؟ اللي هو تانجنت أند راديوس، ما تنسوا عملنا وقتها تانجنت هذا الدي، أوكي؟ أخذ ترينجل MAB وبنعمل عليه فيثاغورس مزبوط 100%. أهم شغلة يكون معي تو سايدز بقلب، وأني هدفي طلع هذا الخط اللي هون. طيب الـ MA معي طوله 4 سنتيمتر والـ AB قديش معي طوله؟ كمان 4 سنتيمتر. كمان 4 سنتيمتر وقتها أعطاني هو جيفن هذا الديميتر 4 سنتيمتر. طيب قبل ما بلش بالسؤال، مين في اللي شو النيتشر للترينجل ام اي بي بالضبط؟ اذا من هون 4 سنتيمتر وهون 4 سنتيمتر وعندي هون 0.90، مين بتذكر هذا الترينجل شو بيصير اسمه؟ هذا رايت ترينجل ولا لا؟ هو رايت وعنده ايكوال سايد رايت ايسوسيلس ترينجل. رايت ايسوسيلس ترينجل مين؟ اوكي هلا في له قاعده خاصه بالفيثاغورس. هلا مش متذكر انا حليت السؤال على اساس انتم مش متذكرين القاعده، مش في اي اشكال. فينا نحل فيثاغورس عاديه ما في اي مشكله، العاده نعرفها هايبوتنس سكوير ايكوال سايد 1 سكوير زائد 2 سكوير. اوكي بس نخلص الحل برجع بذكر لكم بالقاعده اللي علاقه بالرايت ايسوسيلس. اوكي طيب تفضل يا احمد. فنحن معنا اول شيء 90 لانه تانجنت اند راديوس، فلما نطبق فيثاغورس بنعرفها بهذا الشكل. الهايبوتنس من هو؟ هو الام بي 100%. والسايد 1 والسايد 2 مثل العاده مثل ما بدكم فيك تحطوه. اوكي يعني نحط مثلا ام بي فور سكوير كافي يا احمد. اوكي والاي اي بي سكوير والاي بي سكوير برافو. اوكي الام بي نحن ما طلعها. الام اي قديش طوله؟ الام اي هي 4 سكوير. 4 سكوير والاي بي كمان بلس كمان 4 سكوير. كمان 4 سكوير طول اي بي كمان 4. اوكي 4 سكوير قديش بتعطيني؟ 16. اوكي من جهه ثانيه 100% بيطلع 32. 32 الام بي ايكوال راديكال 32 مضبوط. اللي بيحب يكفيها بيطلع 4 راديكال 2. اوكي هلا كان في كل اللي بيتذكر القاعده تاعت الرايت في يستغني عن كل هون في سطرين. حدا بيتذكر القاعده؟ انا شوي. بعرفها. هذا ايه هو الام اي والاي بي بيكونوا هن اي انه بيساوي بعض. عرفت عليك. والام بي بتكون الام بي بتكون اي راديكال 2. برافو. الرايت ايسوسيلس ستيت اذا تجرب تراجع فكره الفيثاغورس بالرايت ايسوسيلس، اذا ما هي رايت ايسوسيلس اي بي سي فرضا بتكون عندي هي 45 هي 45 اوكي وما هو سايدز اوف باتم. هي الرايت ايسوسيلس هو رايت تراينج في طبق فيثاغورس عادي مثل ما طبق احمد هون صح 100%. بس في قاعده بتسهل علي الشغل شوي بالمفروض بهالتفصيل كله انه الهايبوتنس بيساوي سايد راديكال 2. اوكي إذا بنطبقها لهيدي القاعدة، الهايبوتنس من هو هون هو ام بي، حط له ام بي ايكوال السايد أي سايد بدي إياه، أي سايد بدي إياه، في عندي ام اي في عندي اي بي اللي بدي إياه، أوكي؟ بنحط ام اي كم سري كتبه، قديش طول الام اي حسب السؤال؟ يعني هلا محل ام اي شو؟ 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر، هون شو عندي 4 تم سيديكال 2 يعني 4 راديكال 2 بيطلع نفس الجواب بدك تحلوه هون. اوكي فيكم تحلوه على هيدي القاعدة لأنه هيدا عندي اياه رايت اسس سترينج ماينس سايد تو سايدز ايكوال عندي 0.90. فيكم تحلوه على هيدي القاعدة وفيكم تحلوه على القاعدة العادية. اوكي مخيرين نفس الشيء. اوكي القاعدة اللي انتم حابين تحلوا عليها ومتأكدين منها حلوا عليها ما في مشكلة. اوكي بس حبيت اجي اذكركم بهاي انه كمان
اللي بيعرفها بيختصر على الوقت شوية. اوكي طيب، حدا مش في سؤال هون على المكافي؟ لا يعني هلا سمعت كل الام بي اللي هو هذا اللي هون هو 4 راديكال 2. اوكي السؤال الثاني، show that MO is perpendicular bisector of AE. هلا نشوف وين الام او، هذا الام او وهذا الاي اي. اوكي بدي برهن هذا الخط اللي هون، اوكي انه هو perpendicular bisector للاي اي. تو تانجنت in the same circle. Bravo. Two tangents. But you can see it issued from same point to same. So, bravo. طيب مين في اللي الكتابة كيف بكتبها؟ يعني هون إذا بدي أكتب الحل كيف ببلش؟ شو بقول له أول شيء؟ تفضل يا هاني. ال M A. خليني أسمع هاني شوي. برجع بسمع إذا هو غلط. عندك جواب هادي؟ استاذ ام اي تانجنت تو سي ات اي تانجنت تو سي ات اي. عندي هذا تانجنت تو سي ات اي والام اي هو تانجنت تو سي ات اي. ما هي بس صار عندي تو تانجنت، هذا اول واحد وهذا ثاني واحد. اوكي مضبوط، بس وصل ام بالاو وصل اي بالاي لحن مرة هالكار، لأنه هو تو تانجنس للأطراف بيطلعوا perpendicular bisector لهيك الخط. أوكي شبيه اللي حليناه بالفرع قبل الأخير بالسؤال اللي قبل. أوكي فهون كل علي يقول له هذا تانجن وهذا كي تانجن، فبيطلع عندي هذا perpendicular bisector two tangents issued from same point to same circle. يعني اثنين تانجنس طالعين من نفس النقطة رايحين على نفس السيركل. من عنده سؤال هون أما كافي؟ ايه تفضل هادي. اساس بس بالسيركل قديش رسمتها؟ هون 2 سنتيمتر هي حاطط لك اياها، تفتح البيكار 2 سنتيمتر هادي. طيب اساس اوكي. ايه حدا سؤال هون؟ اوكي هلا هون what does O represent for triangle MSF justify. هلا بنحكي فيها شوي صغيرة، بتذكركم بشغلة صغيرة لازم تعرفوها. نحن بالتراينجل فعنا ثلاث اشياء فيها نرسمهم او اربعة. خلينا نحط اول شيء تراينجل ABC. هلا هذا حيلا تراينجل مش ايسوسيليس ولا انه رايت ولا انه شيء، يعني تراينجل تظبط كده بدي احكي نحن فيها نرسم ميديانز، فيها نرسم بايسكتورز، فيها نرسم بربنيكولار بايسكتور، فيها نرسم هايتس. اوكي خلينا نركز على اثنين هلا بس عشان ما نطول عليكم. خلينا نركز على اثنين، خلينا نركز على الهايتس وعلى الميديان. اذا انا رسمت اول مره ميديان، ميديان باخذ مثلا ميد بوينت هون هسميه اي. اوكي وبوصل اي بالاي، هذا اول ميديان. اوكي وبعمل ميديان للاي سي كمان باخذ الميد بوينت بتطلع الجي، بيطلع معي هيدا هيدا وبرسم ميديان ثاني. اوكي هاتو مين نزل حمر التقوا بنقطة راح سميها هون او سنترويد. برافو مزبوط، هذا بدي اسميه بدي اذكركم فيه. التقاء الميديان هيدي الاو مش هي عبارة عن التقاء اول ميديان مع تاني ميديان. هيدي الاو لها اسمين، في اسم سنترويد ولها اسم تاني ومشهور اكثر من السنترويد اللي هو اسمه سنتر. مي برافو، سنتر اوف جرافيتي. انا ما ظبطت مع جرافيتي مزبوط. اوكي ماشي، فهيدي الاو لها اسمين، في سميها سنترويد وفي سميها سنتر اوف جرافيتي. هي كلها عبارة عنه نقطة بقلب تراينجل جاي التقاء لميديانز بس مش اكتر. اوكي هلا شو الفايدة منها؟ هلا اذا وصلت السي بالاو مثلا، هاي تحط باللون تاني ايضا، هيك نوصل السي بالاو. هذا الخط اذا بتكفوه هي النقطة اللي هون مين بيقول لي شو بتطلع كمان بالنسبة للاي بي مباشرة؟ ميد بوينت. ميد بوينت مضبوط، هذه تلقائيا لحالها بتطلع ميد بوينت.
هذه أول فايدة من على هذه الورقة. فأنتوا وصلت متنا ميديانز بيلتوا مثلا بنقطة O، بيبقى عندكم آخر نقطة مش عاملين منها ميديان أقول C، وصلوها بالـ O. إذا بتطولوا على هذا الخط، هذا الخط مباشرة بيطلع ميديان وهذا بيطلع ميدبوينت. أوكي، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية اللي لها علاقة بالهايتس، عفوا هذه الميديان. هلا الهايتس كمان عندي تراينجل ABC. أوكي، إذا جينا عملنا هايت مثلا من الـ A، الهايت بعمل زاوية 90، يعني بحاول انزل خط كون عامل زاوية 90. هلا ما راح امشي بتفصيل ممل كيف بعمل 90، بس سكوير اكيد بعمل خط هون هاي هيك. هذا هو شغلته، بس انه بينزل من اي على هذا الخط اللي مقابله عامل زاوية 90 مثل بربنديكولر مثله. برافو، 100%. ونفس العملية راح اعملها على البي، هون بكون عندي زاوية 90 اسميها جي. اوكي، وين نقطة اسميها او. هيد الـ O لأنه التقاء هايتس إلى اسم مميز كمان. حدا بتذكر شو اسمه؟ نذكركم فيها. هنا أكثر اثنين رح يمرقوا معكم هني هون اثنين، التقاء الهايتس والتقاء الميديانز. أنت بتفكر فيهم هون؟ بيقول لي هالسؤال represent أورث وسنتر، برافو. represent for triangle at my center. هالنقطة شو بتمثل هالتراينجل؟ يا بتكون center of gravity، بتكون أني عندي تراينجل بقلبه اثنين ميدز ملتقيين بنقطة، هي النقطة بتمثل لي سنتر اوف جرافيتي، أو إذا كانوا هايتس ملتقيين بسميها أورثو سنتر. هي التقاء هايتس بس هيدي هي تعريف. أوكي، كمان الفايدة اللي لها مثل قصة الميديانز، إذا بوصل السي بالأو، إذا بكفي لها الخط الأزرق اللي عند الأي بي، مين بيقول لي شو بيطلع بالنسبة للأي بي هيدا؟ هاي برافو، بيطلع بربنديكولار. بيطلع هون زاوية 90. اوكي، هذه هذا بيطلع اجباري لحاله مباشرة اوتوماتيكيا وسط وصله السي بالاو، لان هي اورثو سنتر التقاء اثنين هات، اجباري هذا الازرق يطلع هو ثالث هايت. اوكي، ايش الحال؟ فالتقاء الميديان سنتر اوف جرافيتي، التقاء الهايت اورثو سنتر. اوكي، بس استاذ هم لا خلي هو هلا perpendicular bisector في الاسم center of circum circuit، ما راح فوت فيها، بلا في منها بس ما بتيجي بالسؤال بعدين. اكثر اثنين بيوصلوا ممكن يسالكم عنهم هن يا سنترويد يا اورثو سنتر. اوكي، وفي تعيد التقاء البايسكتور اللي بحب يعرف شو اسمها، اللي هي التقاء بايسكتورز مع بعض، هي اسمها ان سنتر. اوكي، بس اكثر اثنين رح يمروا معكم اللي حطيتهم قدامهم هون. اوكي، التقاء الميديانز والتقاء الهايتس. اوكي، فخليهم هون قدامكم. قبل ما كفي، اذا في حدا عنده شي سؤال لا يقول لي. اوكي، فخليهم قدامكم عشان نقدر نستعين فيهم لنقدر نجاوب على هذا الفرع اللي هون. عم بقول لكم الاو ريبريزنت فور تراينجل معين، يعني بده يا بتكون سنتر اوف جرافيتي يا بتكون اورثو سنتر، وحده من الاثنين. هون اكثر اثنين بيمروا. اوكي، البقية الاثنين بتوع البايسكتور والبربنديكولار بايسكتور ما بيجوا كثير. اوكي، طيب انا هو حدد لي تراينجل هو ام اس اف، هي هذا التراينجل الكبير شفتوا، هذا الاكبر شيء بالرسمه هي. عم يقول لي هالنقطة اولي هون وهذا التراينجل الكبير، هالاولي هون شو بتمثل لي بالنسبة لهذا التراينجل؟ هيدي اورثو سنتر. برافو، اورثو سنتر. برافو، من هن الهايتس الاثنين اللي التقوا ب او؟ سمو لي اياهم. اول هايت من هو؟ في الاس اي والاف اي. لا، هن سمين من الاس اي والاف اي. برافو، الاف اي هذا الخط طلع هون، هذا الخط اللي هون عندي عامل هايت بالتراينجل الكبير صح؟ وثاني واحد اللي قلته صح هو الاس اي، هيدا اللي هون كمان عامل هايت هون. سين تو هايتس التقوا بنقطة سميها او، شو صار فيه سميها هيدا النقطة؟ اورثو سنتر. كمان يا استاذ اذا بنمد الام او بيصير كمان هايت 100%. هذا رح يحكي فيك. برافو، 100%. هو هذا الشيء رح يعمل اياه ديديوس دغري مباشرة على هذا السؤال. هو راح يقول لي ديديوس شو رايكم بالام او بالنسبه للاس اف،
او برهن او ديديوس ان ام او والاس اف بيربنديكولار اللي قلتوا انتوا بيطلع هيدا هاي يعني هيدا بيربنديكولار هيدا يمين ولي برافو. اوكي في حدا عنده سؤال اول شيء هون ليش طلعت اورث سنتر؟ اوكي فهي كتابي باختصار جدا اوكي بنحدد له الترينج عم يشتغل فيه ام اس اف بقول له انه هيدا عباره عن هايت الاس اي اللي شايفينه هون كبير اوكي انه معي هيدي الزاويه اللي هون 90 تانجنت اند راديوس والاف اي هذا الخط اللي هون الثاني الاحمر هذا كمان هايت اوكي تو هايتس التقوا بنفس النقطه او التقوا بنقطه او اوكي بتطلع هيدي عباره عن اورثو سنتر هذا كله هو جواب السؤال اوكي طيب سؤال انتو استبقتوا عليه الجواب اللي did you use that MO ليش الـ MO بيطلع perpendicular to SF هذا الخط ليش بيطلع perpendicular على SF شو رأيكم ليش حطناه بيطلع عشان الـ O هي الـ O إذا بتتذكروا هي also center كمان فيها whole height هذا أول height هذا تاني height فالـ MO بيطلع هو تالت height إجباري أوكي فإذا بطول الـ MO بيطلع هيدا perpendicular كتالت هايت بس فبيطلع انه الـ MO perpendicular على SF مش الحال السادس هذا عنده شي مشكلة هون هون بالسؤال بقول له انه معي هيدي اورثو سنتر هي الـ O اوكي فالـ MO بيطلع هو third height بس اوكي لانه height يعني هو perpendicular على SF ماشي حد عنده شي سؤال هون او شي مش مفهوم؟ لا اوكي طيب انا راح اوقف هون ما اشرح شي اكثر من هيك